يسير السودان في طريق المجتمع الاشتراكي الديمقراطي، فهل أسهل لهذا السودان أن يقوم أولا دعائم الديمقراطية أم الاشتراكية؟ أنا يعني أفتكر أنه ده سؤال طيب، لأنه بيقوم السؤال ده في الأذهان دائما، يعني هل نبدأ بالاشتراكية ولا نبدأ بالديمقراطية؟ وأنا قبلت قلت أنه الديمقراطية والاشتراكية ولدا في وقت واحد، الحقيقة تومات زي ما أنت بتنازع العمد المال ليكون عندك، انت كذلك بتنازع العمد السلطه لتكون عندك سلطه زيه. ومنازعه السلطه جات منها الاشتراكيه السياسيه اللي هي الديمقراطيه، منازعه المال جات منها الاشتراكيه الاقتصاديه اللي هي ما نعرفه بالاشتراكيه. لكن في كان مرحله في الظهور ظهرت الديمقراطيه قبل الاشتراكيه. الديمقراطيه ظهرت عند الاغاريق، هم اللي ادونا الاسم ده ديمقراطي. ظهرت لأنه الاشتراكية بتقتضي مسائل ما كانت متوفرة بدري، يعني الديمقراطية ممكن تقول من الناس الواعين. ديمقراطية الأغاريق كانت من الصفوة، وكانت حكومة مدينة نشأت في سيناء، والوقت ذاك في ممالك المدن، يعني مدينة زي كسل مملكة براها، وقد تبني سور تحمي نفسها بالسور المعروف في التاريخ زمان. هنا الديمقراطية في المجموعات الصغيرة ومن الناس الواعين يمكن أن تكون بدري. الاشتراكية في مقدمات لها، واحد الرأسمالية النامية، الرأسمالية الزايدة، يعني الانتاج الزايد عن طريق الدافع بتاع الوفر اللي هو بيحفز الرأسمالي في التاريخ السلفي. بعدين الآلة زي ما قلنا هسا، الآلة مثلا طورت الانتاج بسرعة شديدة، مثلا الزراعة الآلية اللي احنا هسا عندنا، انت بتراكتر بتجيب 7000 أردب، زمان بتحش وبتزرع بالطريقة التقليدية بتجيب 30 أو 40 أردب انت كفرد. هنا الآلة دي ضرورية في الاشتراكية، بل الحقيقة أن الاشتراكية ذاتها بنت الآلة، ما كانت يمكن أن تتقدم عليها. نحن هسا في المرحلة الحاضرة عندنا الميزتين جاهزات، الاشتراكية معروفة عندنا والديمقراطية معروفة عندنا، ولذلك البداية يجب أن تكون بين الاثنين. بمعنى شنو؟ ننتج اقتصاديا عن طرق تعاونية، يعني جمعيات تعاونية تتولى الإنتاج. الجمعيات التعاونية نحن عندنا بدايات فيها ما مشت لقدام كثير، لأنه عايزة تربية كثيرة، وعايزة وعي، وعايزة ثقة متبادلة، عايزة أخلاق. يعني الإنسان اللي نحن بنجعله عنده الإدارة بتاعة التعاون يجب أن نثق فيه تمام، وأنه ما بكون في اختلاس في آخر السنة عندما نجي نجرد أو نكتشف في المراجعة أنه في اختلاس. أكثر الأشياء اللي قوضت النظم التعاونية عدم الثقة وعدم الأمانة، عدم الوعي، عدم التعاون في الحالة المعقدة شوية. هنا الانتاج الاقتصادي يجب أن يكون عن طريق تعاوني فيه وعي. والحقيقة زي ما قلنا قبلك أنه الاشتراكية ما بتجي إلا بزيادة الانتاج، زيادة الانتاج ما بتجي إلا بأني أنا أتعلم في المجتمع وفي النظم المدرسية أن أحترم العمل، وأن أحترم الإنتاج، وأن أتعلم كيف أستعمل وسائل الإنتاج بصورة فيها زيادة في الإنتاج واقتصاد في القوة وفي التكلفة. لذلك تلقى أن الوعي والإنتاج بيمشوا مع بعض. إذا أنت قلت تبتدي بالاشتراكية وتخلي الديمقراطية مشيت في طريق الشيوعية وما بتتحقق. زي ما قلنا قبلك الشيوعية مشت شوط وجدت نفسها في الطريق المقفول، بدأت توجد دوافع تاني من الإنتاج، من حوافز الإنتاج زي ما عمل الليبرمان، ده لأنها أحملت الديمقراطية. كذلك إذا قلت أنك أنت توعي الناس وتخلي الناحية الاقتصادية جانب، ما بكون في وعي. الديمقراطية نفسها بتكون زي حق نظري أو حبر على ورق، أنا عندي الحق لأن أنتخب، لكن ما دام جعان الورقة دي ما عندها قيمة، الخمسين قرش بالدنيا أهم منها. يبقى إذا أهملت الاقتصاد الديمقراطية انهزمت، إذا أهملت الديمقراطية الاشتراكية انهزمت. ولذلك لازم يكونوا متواكبين، والحقيقة أحسن صورة لهم ما صورت بها الصورة دي دائما أن هم الاثنين زي الجناحين، إذا ضربت الطائر كسرت جناح واحد ما بطير،
ما تنتظر للمجتمع أن يطير أو يتقدم إلا على الجناحين دول، لابد من سير مع بعض. ويمكن البدايات من البدايات السحيقة، يعني يمكن للناس زي ما دائما نحن الجمهوريين بنقول أن يساووا في الغنى إلى أن يساووا في الفقر، فتبتدي تبقى البداية العنصر البشري هو ثروتك الحقيقية، وإذا تركز على نوعه وتركز على مقداره كم يعني نوعه وعدده. كذلك ده انعكاساته بتلقى في التنمية الاقتصادية والاستثمار والإنتاج، فيمشي مع بعض طوالي.